أنا عايز أبدأ الأول بإن أنا أشكرك وأشكر سيادة الرئيس والسادة الحضور، وبعتذر إني مش هكون ببلاغتك في اللغة العربية ولا عندي كمية الأرقام اللي كانت عند دكتور مصطفى مدبولي في الجلسة اللي قبلها. قبل ما أتكلم عن إديوكيتلي كمنصة، أنا عايز أتكلم عن قطاع ريادة الأعمال. إيه هي أصلاً ريادة الأعمال؟ يعني إيه رائد أعمال؟ ناس كتير جداً بتسألني. ريادة الأعمال هي قطاع بيقدر عن طريقه الشباب إن هم يخلقوا منتج أو خدمة فيها تكنولوجيا بتسهل حياة الناس. الموضوع بسيط. الجزئية الثانية اللي ناس كتير ما تعرفوش إن ده قطاع بنمو من 40-50% في السنة ممكن يدخل لمصر أكتر من 8 مليار دولار بحلول سنة 2030. ده رقم كبير جدا، رقم ضخم. والقطاع ده أصلا دلوقتي بيكبر 85%. أنا عارف إن دي أرقام كبيرة. شكرا يا فندم. نرجع بقى لإديوكيتلي. إديوكيتلي هي منصة إلكترونية عالمية عليها أكتر من 2 مليون طالب، اتبنت من وسط البلد في القاهرة. المنصة دي بيقدر عن طريقها الطلبة إن هم يبحثوا ويقدموا على جامعات في مختلف الدول. هدفنا الرئيسي وإحنا أصلا بنفكر في الفكرة كان إن إحنا نفسنا إن مصر تتحول إلى مقصد وجهة بيجي لها طلبة من جميع أنحاء العالم، وده بيتوافق مع توجه كبير جداً موجود دلوقتي. إحنا أصلاً كنا كده. ده دور مصر التاريخي لو فكرنا فيه. إزاي إحنا كشباب نقدر نبتكر ونبدع ونعيد اكتشاف هذا الدور التاريخي؟ إحنا في خلال سنتين كل الكلام ده، يعني إحنا بدأنا في وقت الكورونا في 2020، بدأنا بالبحث والتخطيط والتحدث مع شباب مختلفين عشان نحاول نفهم منهم هي إيه مشاكلهم ونحاول نبني منتج أو خدمة من هذا المنطلق. سنة 2021 بدأنا في المنصة، ومن 2021 لدلوقتي زي ما قلت أكتر من 2 مليون طالب من أكتر من 80 دولة في العالم بيستعملوا المنصة، وقدرنا نجمع استثمارات بسبب النمو السريع ده. 200 مليون طالب. 2 مليون طالب. 2 إن شاء الله يبقوا 200. طيب مليون. اعتبرها نبوءة حسنة من أخوك محمد. شكرا أستاذ محمد. وقدرنا نجمع استثمارات بأكتر من 2 مليون دولار بسبب ده، ومش استثمارات مصرية، دي استثمارات خارجية، استثمارات من دول أوروبية ومن أمريكا الشمالية. ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين شباب مصر إن هو يفكر إزاي ممكن يتحول لفاعل، مش مفعول به في الجملة، ما يبقاش منتظر فرص لكن يتحول إن يبقى عنده القدرة على خلق الفرص. والتعليم جزء أساسي لا يتجزأ من هذا لو بصينا عليها كمعادلة. أخيراً وليس أخيراً عشان أنا مش عايز أطور عليكم، رحلة ريادة الأعمال عشان حضرتك كنت بتسألني. أي فن. هي رحلة صعبة مش رحلة سهلة. أنا شاب مصري كنت في ثانوية عامة خريج جامعة القاهرة زي شباب كتير قوي قاعدين هنا، ممكن أي حد يكون واقف مكاني هنا، بس محتاج يكون في مثابرة وطموح كافي وقدرة على إن أنا أتخطى وأبقى فاهم إن مجموعة الصعوبات والتحديات كبيرة جدا. إحنا كان عندنا الفرصة وحصل لنا الشرف إن إحنا كان عندنا مؤسسات تقدر تساعدنا زي انطلاق، اللي ادتنا فرصة إن إحنا ناخد المنتج والخدمة بتاعتنا من إن هي تبقى مجرد هنا للعالمية. بس ده بيديني درس مهم جدا، إن تضافر المجهودات هو، أنا عارف إن ممكن تكون لغة الحوار مختلفة شوية، احنا بنتكلم تكنولوجيا، بنبدي ابليكيشنز، عاملين ويب سايت، ممكن تكون لغة مختلفة شوية، لكن تضافر المجهودات ما بين كل الأطراف المنوط بيهم تحقيق هذا الهدف مهم جدا. عبد الرحمن كرائد أعمال، فريق العمل مع عبد الرحمن، وعبد الرحمن مش لوحده، معاه شركاء برضه ومعاه فريق عمل وجميع الجهات المختلفة اللي ممكن عن طريقها نقدر ان احنا نوصل الخدمة دي لأكبر قدر ممكن عشان نقدر نحقق أهدافنا. وأخيراً أنا هختم بكلمة بسيطة جداً. أنا عارف إن الشباب كتير عندهم أحلام وطموحات، وأنا عارف إن ساعات دي بتبقى أهم حاجة في حياتنا، لكن أنا بقول لكم إن اللي أهم من الأحلام والطموحات هو الفعل، لأن من الفعل يبدأ التغيير، وعن طريق التغيير إحنا كشباب نقدر إن إحنا نخلق التمكين. شكراً جزيلاً. ما شاء الله عليك يا دكتور. حضرتك كمان لسه قدامك دقيقة ونص، فأنا هسألك سؤال. اسألني.
وأظن أنه مهم جداً. أنت مليء بالحماس ولديك هذا التدفق وهذه الأفكار، كيف استطعت أن تعدي بها العدوى الحميدة فريق عملك؟ نبدأ من جزئيتين. الجزئية الأولى هي أن الحاجة اللي الواحد يقرر أنه هو يشتغل عليها يكون فعلاً عنده شغف ليها. أنا عايز أعمل ده، أنا شايف المشكلة دي، أنا لمست المشكلة دي وعايز أغيرها. وكنت بقول له أستاذ عهود قبل كده، أنا كنت متطوع لمدة 10 سنين، وده ممكن يكون خلق جوايا حتة قدرت بعد كده أن أنا أطورها في ريادة الأعمال. دي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية هي أن الواحد يبقى فاهم أنه هو مش بيشتغل في عباءة لوحده أو في صندوق لوحده. إحنا كلنا بنشتغل مع بعض. يعني أنا أول ما ذكرت قلت أن من أسس نجاح أي فكرة هي فريق العمل. فريق العمل والشركة بتوعي ده شيء مهم جدا. فخد الشريك قبل الطريق. فكر أنت عايز تعمل إيه، ولاقي ناس تشاركهم، ولاقي ناس تشتغل معاهم وتتكلم معاهم، يكون عندهم نفس الهدف، نفس لغة الحوار، واستخدم ده في أن أنت تنجح. أنا شاكر جدا يا دكتور. ربنا خليك. شاكر جدا. يا ريتني أصغر سنا كنت جعلتك مثلي الأعلى. ربنا خليك.